بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيب النبي، ربنا يحمي ويبارك. معنا شابة واحدة النهاردة، بس الحمد لله أحسن من 10 شباب. الحمد لله عروضنا كلها مميزة. شاب بقر تاني ولد براون على هلوشتاين، هي باينة اهي معروفة. وراها الباشا ده عمره أسبوع لسه، وراها ذكر باشا عمره أسبوع لسه، ربنا يحميه. اللبن بعد الصلاة على النبي 25 كيلو لبن في اليوم، وتيجي تحلب وتستلم على 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 تفاصيل العرض اللي أنا بقولك عليه. خنصرها بيسوها تشوف سنها برضو، هوريكوا سنها. ومفتح البز لقض القرن ده، عشان لو واحده بتحلب يدها وبتتعلم الحلبه لسه ان شاء الله هتحلبها. الهدوه اللي انخلقت في الدنيا كلها، ربنا يبارك يا رب ويحمي مال اصحابه. العجله دي عشان ما يبقاش حرام علينا، عشان الناس اللي بيقول محضر ومش محضر، احنا لما بنبقى محضرين بنقول محضرين، مش محضرين بنقول مش محضرين. العجله ده اهي بوجبه الصبح، الساعه دلوقتي 10، يعني عدت معاد حلبتها زي 3 ساعات او 4 ساعات. ربنا يبارك يا رب. اللهم صل على النبي. الثمن بعد الصلاه على حبيب النبي والثمن النهائي 35000 جنيه. لو عند حد تاني بيعرض في اي قناه عجله بالنظافه والحلاوه والنظام ده، يقول لك ب 40000 و 39000. يوم ما يخدمك هيدي لك ب 38000. لا، احنا عرضناها ب 35000 بس. افتح لكم السنه وافتح لكم البيز برضه. فتح يا حبيبي يلا كده. وحد الله والنبي في قلبك اللي بتتفرق، وصلى على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك، وعشان تكسب، وعشان اللي ياخدها يكسب، ويحميها لاصحابها يا رب بحق جاي النبي. والله يا جماعه ده مال من الفاخر من المانع. الله وكيل القرن بتاعها بس يسوى بقره. ربنا يبارك. بديك بقره خلف باشه بز طويل صنف براون على هلوشتاين، استحمل الجو، استحمل المناعه، استحمل الاسفلت اللي يقف عليه ده اهو، كل المواصفات الحلوه، لبن حلابه يده وكل حاجه. تعالى بنسحبها لهم رجل برضه، سايب العجل الاول يرضع برضه عشان الناس تشوف العجل بيرضع، عشان في ناس ما بتجيش. ربنا يحميها يا رب اللي هياخدها بحق جاي النبي. الله وكيل كامله كامله من مجاميعه. سايب يا ابن الباشا ده يرضى. ايوه كده بالراحه بقى، اسحب كده بقى واحده واحده عشان برضه اللي بيتفرج يتمتع. اسحب واحدة واحدة عشان اللي بيتفرج يتمتع. وراه باشا، باشا اطلع روح، تعالى يا ابني هنا. قول له حط فلوسك، حط فلوسك في ارض سليمة يا عم الحاج، ما تحطهاش في ارض معيوبة. اطلع طوال، اطلع طوال وروح. حط فلوسك في ارض سليمة، ما تحطهاش في ارض معيوبة. التمن بعد الصلاة على النبي كمان مرة 35000 جنيه، وغير كابل للتفاوض. شاب بار براون على هلوشتاين، تعال افتح سن العجل، تعال هنا، تعال افتح عشان المشاهد يشوف كل حاجة على الطبيعة. العجلة لسه خنصرها اهو من الناحية ده اهو، طلع وساو الناحية التانية ما ساوتش لسه، يعني اعتبر ان هي بتلم الخناصر بتاعتك دي. اربط يا حبيبي، قلنا 25 كيلو لبن، السعر 35000، وغير كابل للتفاوض. وراها الباشا دخل عجل على الحلبة يلا، وتيجي تحلب تستلم على العرض اللي انا بقولك عليه وعلى التفاصيل كل حاجة. واللي هيجي ويلاقي كلام متغير بحق البقرة كله ياخدها ببلاش. خش يا ابني على الحلبة، خش خش احلي بقرة مش متعودة على الحلابة، بنحلبها حلابة ما بتقولش لا، ترضع عجول برضه ما بتقولش لا، منين ما توجهها بتروح ان شاء الله. دخل يا حبيبي الحلبة، دخل دخل كده واربط. صلاة الحبيب النبي، صلاة النبي. العنوان مركز قطور قرية ضمان محافظة الغربية، رقم الموبايل 010-99-17-89-14، موبايل وواتس معلم محمد طلعت وحيد.